أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بأحسن القبول. في الأسبوع الماضي كانت مسألتنا حول الإحرام من مدينة جدة. في هذا الأسبوع وقفتنا مع الإحرام للعمرة، سواء عمرة مفردة أو عمرة تمتع، من محطة قطار المدينة المنورة. مع استحداث قطار الحرمين في السنوات الأخيرة، ما هي خيارات الإحرام لمن يريد الإتيان بعمرة مفردة أو عمرة تمتع، والانتقال من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عن طريق هذا القطار؟ شنو الخيارات عندك؟ تقدر تحرم بالمحطة، تقدر تحرم بالقطار، لازم تروح للميقات، شنو الاختيارات اللي عندك؟ هو بالأساس خلينا نشوف احنا بالنسبة للخريطة وموقع المحطة، موقع الميقات وموقع المدينة المنورة والسكن، حتى نعرف شنو إشكالية المسألة. شوفوا معاي هني، هذه محطة المدينة المنورة في هذا المكان، وهذا هني ميقات مسجد الشجرة أو ذي الحليفة، فهو إلى جنوب غرب المحطة. وبعدين عندنا هني محطة مكة المكرمة داخل مكة المكرمة. فبالتالي الآن إذا احنا نبي نزوم على هذا المشهد، راح نشوف هني المسجد النبوي، وعادة سكن المعتمرين والحجاج عادة عند الحرم، حوالين الحرم في هذه المنطقة. فإذا رحنا إلى الشرق، جنوب غرب، راح نشوف المسجد اللي هو مسجد الشجرة، اللي هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، صاير بهذا الطريق اللي يوديك إلى مكة. بينما المحطة صايرة بالاتجاه الآخر، صايرة إلى الغرب، يعني أنت تبعد عن المسجد الحرام، كأنك أنت تأخذ من جهة البقيع وتروح إلى الغرب. فمحطة المدينة موجودة في الاتجاه المعاكس للميقات. طبعا هذا مسار القطار مثل ما تشوفون، في محطات، وكل محطة إيش كثر يأخذ منه وقت. سرعة القطار في السرعة القصوى تقريبا 300 كيلومتر في الساعة، وأحيانا يكون أبطأ إذا كانت محطات قريبة. وهذا المسار من بعيد اللي هو الخط الأحمر مثل ما تشوفونه من المدينة إلى مكة. وإذا قربنا هني راح نشوف هني هذا الميقات، ونشوف هني المدينة والمسجد النبوي. فبالتالي الخط الأحمر ما يمر بالميقات، يمر قريب الميقات، محاذاة المسجد، ما يروح داخل منطقة ذي الحليفة، ولا يروح عند المسجد، ولا يوقف عند المسجد أصلا، هو يمشي بمحاذاة الميقات. فهني شو يسوي الواحد؟ شنو التكليف؟ من الواضح أن القطار يمر بمحاذاة الميقات إلى الشرق منه. فأين نحرم؟ الاختيار الأول عندك، أنا أتكلم هني على مشهور الفقهاء، الاختيار الأول عندك أن تروح إلى الميقات بالسيارة مثلا، بالباص تروح للميقات، تحرم من الميقات، وبعدين تروح إلى محطة القطار، ومن محطة القطار تتوكل على الله إلى مكة. بعد ما لك شغل أن أنت مريت بمحاذاة الميقات، لأن أنت الآن خلاص محرم، أنت رحت الميقات وأحرمت، أنت بإحرامك الآن ترجع للمحطة، ومن المحطة تروح إلى مكة المكرمة، فما عندك أي مشكلة من هذه الناحية. هذا اختيار الأول، وهو الاختيار الأسلم واليعني موافق للطريقة المعروفة في الإحرام، أنك أنت تروح للميقات وتحرم. الطريقة الثانية هي طريقة الإحرام بالنذر في مقر السكن أو في المسجد النبوي. تروح عند المسجد النبوي، تدخل داخل مثلا لابس إحرامك وتنذر، وبعدين تنوي
وبعدين تلبي فتصير محرم عن طريق ماذا؟ النذر، مع أنك أنت ما رحت الميقات بس أنت سويت النذر حتى تتحاشى روحة الميقات، فأنت قبل الميقات نذرت وحرمت خلاص، فصرت أنت شنو؟ محرم. ومن ثم تروح إلى المحطة، ومن المحطة تروح إلى مكة، مريت صوب الميقات بعد مالك شغل، أنت محرم تلقائيا، أنت الآن محرم. هذا الاختيار الثاني. الاختيار الثالث الإحرام بالنذر في محطة القطار، لأن شفنا المحطة وين صايرة؟ بعد أبعد من المدينة، فإذا بالمدينة يصير، فإذا أبعد من المدينة عن الميقات فأكيد بعد شنو؟ يصير. فتقدر أنت تروح للمحطة لابس ملابسك هناك مالت الإحرام وتنذر، تنذر وتنوي وتلبي، تصير محرم، تركب القطار وتروح إلى وين؟ إلى مكة المكرمة. مريت على الميقات بعد خلاص مالك شغل، أنت أصلاً الحين شنو؟ محرم ومنتهي. ثم التوجه إلى مكة المكرمة، هذا الاختيار رقم 3 حسب مشهور الفقهاء. سيد فضل الله عنده إشكالية في انعقاد النذر في مثل هذه الحالة، أنك تسهل على نفسك، يقول النذر مرتبط بتصعيب الأمور وليس بتسهيل الأمور، أنت كذي قاعد تسهل الأمور على نفسك، قاعد تخفف على نفسك روحة الميقات، فعشان شي قاعد تختصر وتروح شنو؟ تنذر وتركب القطار. يقول ما يصير، النذر هو مرتبط بتصعيب الأمر وليس بتسهيل الأمر، فإذا ما ينعقد النذر في مثل هذه الحالة. والمفروض طبعا هذه المسألة حسب ما استفتيت المكتب، السيد متوفي الله يرحمه من سنين، لكن حسب مبنى الفقه وكذا جاوبوا بهذا الشكل، أن المفروض أنه يروح إلى الميقات ويحرم، ومن الميقات يركب القطار ويروح إلى مكة. سيد السيستاني أيضا إذا تذكرون في الأسبوع الماضي قلنا إذا نذر الإحرام، النذر للإحرام راح يخليك تركب وسيلة نقل، أنت كرجل وليس المرأة ولا الطفل، الرجل إذا يخليك تركب سيارة مظللة من الشمس أو من المطر، زين، فحين ذاك النذر أيضا فيه إشكال. بمعنى آخر سيد السيستاني يقول إذا تبي تروح تنذر وتروح للميقات، عفوا تروح للمحطة وتركب تروح لمكة، خل كل هذا بالليل، خل كل هذا متى؟ بالليل، ما يكون في شمس ولا يكون في مطر. مرة ثانية سيد السيستاني يقول إذا تبي تنذر في الحرم المدني أو في السكن أو في محطة القطار، انتبه أن لا يكون هذا، أنت كرجل لا يكون هذا الأمر متى يصير؟ بالنهار، خلي الشمس تروح تغرب وما يكون في مطر، اركب القطار وتوكل على الله. واضح شلون؟ فالتنقل لا يصير مع التضليل بالنسبة للرجل. هذا سيد السيستاني في حالة الإحرام بالنذر على الأحوط لا بد من مراعاة عدم التضليل من قبل الرجل المحرم، هذه أيضا جزئية ننتبه لها عند السيد السيستاني. طيب شو يقول بالنذر؟ نفس اللي قلناه في جدة، لله علي أن أحرم من هذا المكان للعمرة المفردة، سواء كان في حرم المدينة أو في سكن المدينة أو كان في محطة القطار، تقول لله علي أن أحرم من هذا المكان للعمرة المفردة، بعدين تقول أحرموا كذا كذا لبيك الله إلى آخره، صرت محرم، تركب القطار تتوكل على الله. طيب في اختيار رابع ليش ما تكلمنا عنه؟ هل يصح تأجيل الإحرام؟ يعني ما أروح إلى الميقات بالسيارة، ما أحرم في المسجد النبوي، ما أحرم في السكن، ما أحرم في محطة القطار، وأؤجل الإحرام إلى أن أركب القطار، أنا لابس جاهز بس ليش ما نويت ولا شيء ولا نذرت ولا شيء، بس لابس أركب القطار، يمشي كم دقيقة راح يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات، يصير هني أنوي وألبي لما يقول هالكلام؟ هل يصح تأجيل الإحرام إلى الإعلان عن محاذاة الميقات، علما بأن القطار لا يتوقف عند ذلك؟ احنا جربنا هالسنة في الحج، رحنا طبعا احنا رحنا أول شيء أحرمنا بالميقات وبعدين ركبنا، بس ركبنا وشفنا القطار شلون،
من يوصل عند محاذاة الميقات القطار ما يوقف، ما ينطرق، هو مكمل طريقه، علما بأن القطار لا يتوقف عند ذلك ويكمل طريقه بسرعة. يصير ولا ما يصير؟ استفتيت أنا في هذا الإطار، حسب جواب مكتب سيد فضل الله قالوا في هذه الصورة لا يصح الإحرام مع الحركة السريعة، المفروض أن القطار يوقف على الأقل تلبي لك تلبية واحدة ويكمل، لأن القطار سريع، أنت بس تقول أحرموا كذا أنت واصل 20 كيلو ليش قدام، ما وين الميقات يطوف عليك. فبالتالي في هذه الصورة لا يصح. استفتيت أيضا مكتب السيد السيستاني نفس الجواب، إن مدام القطار ما يوقف بمقدار التلبية، لو تلبية واحدة، إذا يوقف قد تلبية واحدة زين، بس إذا ما يوقف في هذه الصورة أيضا لا يصح. يبقى مسألة واحد أشكل علي على درس الأسبوع الماضي، قال أنت قلت على مطار جدة وكذا ما تكلمت، أكو كفارة ولا ما في كفارة؟ احنا موضوعنا ما كان عن الكفارات، يعني حتى انا اشرح ذيك المره، الحين انبه، سواء مال جده او هني، اذا انت وضعك استدعى الكفاره تعطي كفاره. مثلا واحد يقلد سيد الخوئي وركب طياره واحرم بالطياره زين، ونزل هناك وركب سياره، فشنو يصير عليه؟ يصير عليه كفاره. اذا عند السيد السيستاني احرمت في مطار جده بالليل، طلعت بالليل ورحت إلى مكة وما في مطر، ما عليك كفارة. فهي مسألة الكفارة ما لها علاقة، هي نفس اللي كنا نتكلم فيه مسائل العمرة والحج دائما، متى في كفارة في التضليل، متى ما في كفارة، ينطبق هني نفس الحكي سواء بالنذر أو بدون نذر، كل الحكي الكلام واحد ما يختلف. هذه كانت يعني المسألة بالنسبة لهذا اليوم، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.